بيتعرضوا هؤلاء الشيوخ للهجوم والانتقاد وكأن رجل الدين مش بشر مش من حقه انه يستمتع بنعم الحياة اللي ربنا ادهاله والحياة مش عارفة مين اللي فهم الناس دول انه رجل الدين لازم يكون فقير وحافي وماشي بجلابيه مقطعة وبيشحت ويركب جمل بقى او حمار او توك توك يعني يا جماعه عيب يا جماعه اللي بتعملوه في الشيوخ واهل الدين عيب 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 اتقوا انتوا اللي اتقوا ايه؟ لا انتوا قاعدين تزايدوا ايه؟ في ايه على فكره يعني اه اه لما بيكون راكب عربيه فخمه او راكب طياره ده مش مبرر ليك عشان انت تهينه يا مش من حقك مين اللي اداك الحق ده رجل الدين او غير رجل الدين يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس طبقات دي مش حاجة في ايد البني ادم ما هو ما ما معوش عصاية سحرية يلا عايز البس براندات يلا هتولي عربية رولز يلا ده ربنا سبحانه وتعالى انتوا 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 انا مش قادرة اقولها انتوا بتعملوا ايه هو الغنى بقى تهمة دلوقتي يعني ليه يعني بتعترضوا على رزق ربنا اللي بيديه للناس ما يمكن ربنا مديله حاجه واخد منه حاجه تانية صح هو ربنا مش قال انا مش مدي ال 24 مش عرفك ال 23 اللي واخده من ال 24 ناقصة عنده ايه مش عرفك ومدي لك انت حاجه تانية مش عنده هي ناقصة عنده هو وعندك انت واللي بيحصل ده من, من تعليقات وهجوم ده يا جماعة سواد مفحم اسمه حقد واستكتار نعم ربنا على الغير انا افهم انك تنتقده لو مثلا لقيته متكبر ماشي قاصد انه يستعرض اوكي ماشي بالعربيه خبط في الناس تمام وعلى فكره في حاجه عايزه اقولها للمعلومه يعني انه العربيه اللي كان راكبها رولز رويز مش بتاعته اصلا ده واحد في كندا كان مدعو داعينه وطبيعي لما يروح رجل ذو قيمه هيوفروا له عربيه لو هما ناس محترمه اللي داعينه بيوفروا له عربيه آه وفندق آه على قدره هم مقدرينه انتوا مالكم؟ انتوا زعلانين ليه؟ وهم الناس اللي داعياه عندهم القدره ان هم يستقبلوه بهذا الشكل وبيقابل الجاليات العربيه والاسلاميه هناك في مراكز اسلاميه في دوله متحضره الناس كلها راكبه النوع ده من العربيات هناك في ايه يا جماعه؟ يا ناس ياللي ورا الحديده يا جراد السوشيال ميديا انتوا منطق الزهد فاهمينه غلط والله فاهمينه غلط لان اكتر التعليقات اللي انا قريتها انتوا بتسألوا عن الزهد فين؟ زهد هو انا لما يكون معايا طعم لبس كويس ولابسه وانا قادر اني اجيبه وربنا قدر لي اني اجيبه انت بتتكلم عن الزهد مش عاجبك عايزني يع... عايز الراجل يروح ل... ب... بجلابيه مقطعه يقلع الجزمه بقى ويقطع في هدومه عشان تقولوا يا الراجل ده جميل قوي وربنا طالبنا باظهار النعم ما نخفيهاش اما بنعمه ربك فحدث الناس اللي دعيته كانت عايزه انه يظهر في صورة نمطية أعتقد ذلك تتاخد عن رجال الدين في كندا صورة غير تقليدية يمكن دي دعوة للدين الإسلامي بالطريقة دي ماشية مع الناس دي انتوا مالكم انتوا تفهموا ايه بعدين الاقي حد كاتب الفقراء اولى بالفلوس دي ايه يا عم في ايه يا عم ما كده فلوس ايه برضو انتوا مالكم على فكرة الراجل ده أصلا الشيخ مشاري راشد العفاسي من عيلة ثرية جدا من عيلة العفاسي في الكويت من أكبر عائلات الكويت يعمل بقى إيه؟ يعمل إيه هو يعني؟ تفتكره؟ مش عرفك هو بيعمل إيه؟ يعني ليه عايزين تبصبوا نفسكم عليه؟ ومين قال لكم إن هو ما بيتبرعش للفقراء؟ مين قال لكم إن هو مش بيتصدق ومش بيزكي؟ على فكرة المكير اللي بيعمل لي ها كان مرة هو مستضيفينه هنا في مصر كان بيسرح له شعره أنا مش عايزة أقول لكم قال لي إنه إيه كم دولار كان في حفلة عيد الفطر اللي كانت لأسر الشهداء بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان في المنارة وكلكم شفتوها وشفتوا كيف كان هذا الرجل رجل الدين بكل بساطة وشفتوا الاطفال كانت بتحبه والاسر كانت حباه وصوته واصل لكل بيت تعملوا فيه كده ليه عمل لكم ايه راجل خير بيلف العالم علشان ينشر الاسلام ويدي فكره حلوه عن الاسلام انت بدل ما انت قاعد على الحديده ها ومش لاقي حاجه تعملها وقاعد بس عامل زي خالتي قطاطه انزل انت انشر الاسلام واعمل زيه الراجل ده بيقرا قران في اكبر مساجد في العالم وبيلف في رمضان بيصلي التراويح في العالم الناس بتسمع صوته بتقول ايه الجمال ده بيعمل حاله يا جماعه من الخشوع في القلب فظيعه واحنا لازم نخشع وان لم تبكوا فتباكوا صوته لوحده يخليك تبكي ايه بقى اللي انتوا فيه ده وعلى فكره كل الهجوم والحقد اللي شفناه في التعليقات ده طلع اصلا على فشوش وشفنا انه كان عنده رد حاسم هذا الرجل الطيب انه كتب على تويتر قال للتوضيح ولان الموضوع موضوع ايه يا جماعة اخذ اكبر من حجمه لان شركة اسمها ايه يا ولاد؟ بلاك وود الكنديه للسيارات قدمت له الخدمه دي كهديه مجانيه، واحد مش عايش في في كندا هيبقى عنده عربيه رولز رويس ليه؟ واسمعوا بقى كمان ان ده دعما للجاليه المسلمه واكراما لضيوفها. زي الصور اللي شفتوها على انستجرام فليست قال آيه ليست سيارتي وليست ايجار حتى هو مش ماجرها طيب الشركه مقدمه له ده دعم ليه على الخير اللي هو جاي يعمله انه اكيد مش واخد فلوس رايح من دون مقابل فالناس بتحسن مقابلته وزيارته هل انت بقى دخلت شفت المكان اللي كان رايح له وماشي بالطريقه دي للجاليه بتاعتنا في كندا كان عمل ايه ورايح ليه وطلع بنتيجه ايه والزياره ليه؟ ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه وقال كمان ردا على الهجوم ده كله ان انا توقفت عن السياسه ولم ايضا تتوقف الاحقاد. حتي انتقاد كثير من الرعاع خلف الحاقدين ففي كل عام انت كمان يا شيخ راشد ده احنا كمان لسه كنت بتكلم الاسبوع اللي قبل اللي فات على محمد صلاح انه كل فتره كل موسم ليه هجمه وعلى فكره يا جماعه اخر حاجه بس هقولها لكم انه الموضوع مش قش... مش قصه الشيخ مشاري راشد موضوع منهج بيعبر عن خلل خلل في افكار الناس وفهمهم للدين وحقد وسواد على اي حد ربنا بينعم عليه بنعمه ده احنا وصلنا لمرحله ان الناس بقت بتحقد وبتحسد اللي بيموت يوم الجمعة بقينا بالنفس على اللي بيموت يوم الجمعة بنحسده عشان مات لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله بس اللي أنا عايزة أقوله حاجة مهمة جدا الناس الحقودة المفحمة دي دول مش مجتمعنا ولا شعبنا لا المصريين محترمين وشعب اصيل ومحترم دي ناس عندها توجه طول الوقت لالصاق التهم للناس وتشويه صورتهم لجان وخصوصا الرموز والشخصيات العامه والناجحين يا رب بعدهم عننا يا رب من كل الله